أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن المحاضرة الثانية في الوساطة المتعددة، وهي Interactivity and Multimedia Classification، التفاعلية وتصنيف الوسائط المتعددة. الانتراكتيفيتي تعني هناك ميزة أساسية للوسائط المتعددة هي التفاعلية، والتفاعلية تعني قابلية المستخدم للتفاعل مع تطبيق المالتيميديا. الوسائط المتعددة تسمح للمحتوى أن يقدم بشكل لا خطي، بمعنى تسمح للمستخدم أن يتحكم بمادة الوسائط، أي أن المستخدم يحدد ما هو المحتوى الذي يريد إيصاله، ومتى يريد إيصاله، وكيف يوصله. كذلك تفاعلية المستخدم في الوسائط المتعددة تأتي بعدة أشكال، تتضمن إدخال لوحة المفاتيح، تتضمن الماوس، أيضا تفعيل الصوت، وكذلك شاشات اللمس. وراح نشوف بعض الأشكال التي توضح هذا الشيء. فمثلا هنا دخلنا على جامعة بغداد وحصلنا على صورة مدخل جامعة بغداد وخارطة جامعة بغداد، وحصلنا على كثير من البيانات. عند الضغط على كل واحدة من هذه البيانات توصلك إلى بيانات أخرى، مجلات جامعة بغداد، كليات معاهد، أقسام رئاسة جامعة بغداد، أيضا ويكيبيديا، موسوعة الحرة عن جامعة بغداد. فكل هذه توصلنا إلى بيانات، ومن داخل تلك البيانات أيضا نقدر نوصل إلى بيانات أخرى أيضا. مثلا هنا عندي في جهاز الحاسوب كيوزر أريد أشوف، راح أكتب كلمة وأشوف البحث فيها من خلال النت باستخدام الحاسوب. فمثلا كتبت هنا أستراليا، يطلع لي هذه الصفحة، وهذه الصفحة راح تتضمن وصلات عديدة توصلني إلى Document، توصلني إلى Include Multimedia Elements من التكست والجرافيك والأوديو والفيديو. على سبيل المثال تنطيني صفحات عن History، تنطيني عن المناخ، تنطيني عن الاقتصاد، تنطيني عن الطبيعة وعن البوبوليشن السكان. وأيضا في ضمن هالمجموعة هاي هناك أيضا Hyperlink يوصلني إلى صفحة أخرى، وهذه الصفحة أيضا توصلني إلى بيانات أخرى هنا موجودة، وقد تكون هذه البيانات على شكل جرافيك، وقد تكون على شكل ساوند كليبس available، وقد تكون على شكل أنيميشن. هذه نسميها مالتي ميديا انتراكتيفيتي. هناك من الأساسيات لتطوير الوسائط المتعددة حقيقة هو وجود نظام كمبيوتر له القدرة على دمج عناصر المالتيميديا، مثلا الصوت والانيميشن المتحركة والفيديو إلى آخره. وراح نجي إلى التيبيكال كمبيوتر بلاي باك سيستم، نظام الكمبيوتر النموذجي الذي من خلاله نستطيع أن نستخدم الوسائط المتعددة. معظم أجهزة الكمبيوتر في الوقت الحالي مجهزة ب أجهزة وبرمجيات نحتاجها لتوصيل المالتيميديا أو الوسائط المتعددة، ومنها هي السي دي روم والدي في دي درايف وكارتات الصوت وكارتات الفيديو أو الإيمج والسماعات. وأيضا هناك سفيشين سبيد، سرعة خاصة بالكمبيوتر، كأن يكون مثلا كوراي 5 كوراي 7 and processing power طبعا. وايضا راح تكون هنا هارد ديسك يكون بقيم عاليه تيرا بايت او كذا جيجا بايت. معظم ايضا اجهزه الكمبيوتر النموذجيه تكون مجهزه حقيقه بالاتصال بالنت. ايضا موجود فيها البراوزر، والبراوزر هو معناه فيجوال انترفيس ذات ان interprets web document and allow for display graphic.
وهو أيضا يعتبر برنامج تطبيقي يوفر لنا طريقة لرؤية البيانات والتفاعل معها عبر الصفحة العالمية 3W. مثال عليها هو الإنترنت إكسبلورر والنتسكيب، ويمكننا ذلك بإيصال كافة عناصر الوساطة المتعددة للمستخدم. أيضا هناك المودم الموجود، وهذا يساعدنا من أجل أن ندخل إلى تطبيقات المالتي ميديا من خلال النت. في هذا الشكل راح يكون تيبيكال مالتي ميديا بلاي باك سيستم، نموذج الكمبيوتر النموذجي، وتشوفوه راح يحتوي على السبيكر، يحتوي على الكيبورد، طبعا السبيكر اللي من أجل سماع الصوت المرافق للفيديو والتسجيلات الصوتية، الكيبورد لإدخال البيانات النصوص إلى آخره، والتفاعل مع البيانات المعروضة، الشاشة لأغراض عرض هذه البيانات. هناك أيضا موجود عندنا السي بي يو، وكذلك كارت الصوت وكارت الجرافيك، وكذلك الإنترنت أيضا موجود هنا. طبعا أيضا هنا عندنا السي دي روم والدي في دي درايف أيضا موجود هنا. هذا بهذا النظام بإمكاننا أن نتفاعل مع تطبيق المالتي ميديا. يعني إذا هناك موفي نقدر نشوفه، هناك صوت نقدر نسمعه، لكن ممكن نضيف إلى هذا النظام حدة أجهزة أخرى، كان الطابعة الملونة مثلا، ربط كاميرا فيديوية وياها، لكن هذا عند الحاجة، ونربط الموبايل أيضا فيها، لكن هذا أيضا أرجع وأقول عند الحاجة. هذا النظام يكفي أن أشوف تطبيق مالتي ميديا. تصنيفات المالتي ميديا، هنا تصنيفات المالتي ميديا، كيف أصنف المالتي ميديا؟ المالتي ميديا كان بيكلاسيفايد وذ ديفرنت كاتيجوري، عدة معايير. المعايير المعتمدة لتصنيف المالتي ميديا تتمثل بالبيرسبشن، يعني إدراك وسط أو إدراك مادة المالتي ميديا. ريبريزنتيشن راح تكون تمثيلها. بريزنتيشن شلون أعرضها؟ أيضا عن طريق معيار الخزن. ترانسميشن انتقال تلك البيانات. Information exchange هي تبادل تلك البيانات. فمثلا Perception Medium الوسط الإدراك أو الاستشعار هو يساعد الإنسان لتحسس الـ environment البيئة اللي هو فيها. والسؤال الأساسي هو How do human perceive information؟ نقول كيف الإنسان يستطيع أن يستلم أو يدرك البيانات الموجودة في الكمبيوتر. هناك عندنا طريقتين، طريقة الرؤية وطريقة السمع. فيما يخص طريقة الرؤية، هناك راح الإنسان يستطيع أن يشوف فيجوال ميديا، الوسائط أو الميديا المرئية مثل النص، مثل الإيمج والفيديو، يكون تستخدم في هذا المجال. هناك أيضا في طريقة السمع، وهذا ما يخص في استخدام الموسيقى، النويز، وكذلك الكلام، أي أنه يتعلق في الصوت. Representation Medium هو كيف يمكن تمثيل تلك البيانات أو الديجيتال ميديا Internal Computer Representation of the Human. إحنا مثل ما قلنا في المحاضرة الأولى، هناك على سبيل المثال التكست راح نمثله بنظام الأسكي بسبعة ديجيت أو سبعة بيت. والسؤال هو كيف الكمبيوتر، معلومات الكمبيوتر يتم تشفيرها. وطبعا هناك عندنا عدة فورمات كثيرة نستطيع من خلالها أن نشفر تلك البيانات. فمثلا لو كانت البيانات نصوص، فإحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة هو التكست ممكن يشفره باستخدام نظام الاسكي. ونظام الاسكي هو نظام امريكي، وبمعنى انه يعطي ارقام، هذا يعطينا ارقام. نظام الاسكي يعطي، هو النظام الذي يعطي عددا لكل الحروف الابجدية، وهذا العدد يكون بين 0 و 127، وللارقام من 0 الى 9. على سبيل المثال حرف A كابتر راح ينطي 65، وفي النظام الثنائي الذي يستخدم بالحاسوب نقدر نكتب 65 بهذا الشكل 1000000
1، وهذا يعني أن نظام الأسكي يستخدم لتمثيل النصوص ويمكن الحواسيب من تبادل البيانات فيما بينهم. لو رجعنا إلى الجزء الثاني من الديجيتال ميديا اللي هو الإيمج، والإيمج طبعا راح تنطي طريقة انجذاب للمشاهدين عندما تكون موجودة في النت أو تكون موجودة في كتاب أو توجد في أي دوكيومنت أخرى. ودائما في المالتي ميديا حقيقة أن الصور الشائعة الاستخدام في الوسائط المتعددة راح تكون هي من صيغة JPEG وكذلك BNG، وكذلك الكمبيوتر جرافيكس اللي هي الرسم بالحاسوب، ومثال عليها الصور والرسومات وفن الخط والأشكال والمخططات. أيضا هناك صيغة تسمى الجيف التي تستخدم للرسوم المتحركة، والصورة هنا من نوع جيف تكون مضغوطة بطريقة ضغط البيانات التي لا يحصل بها فقدان، أي إنها طريقة لوزلس كومبريشن تكنيك. والجيف حقيقة لا تعتبر هي أفضل صيغة أو فورمات لجودة الصورة بسبب محدودية عدد الألوان، لذلك تم استعاضتها بصيغة أخرى هي البي إن جي. البي إن جي التي يمكن ضغطها كثيرا وتبقى محافظة على جودة الصورة، وكذلك تخزن أكثر عدد من الألوان. ثالثا نجي على الفيديو. الفيديو يعتبر المكان الشائع للفيديو هو حقيقة الويب، وهناك لدينا الويب المكان الشائع للفيديو، وتستخدم طريقة لضغط ملفات الفيديو نسميها الكوديك مع البقاء والمحافظة على جودة الفيديو. ومن الملفات الشائعة للفيديو هي راح تكون الاوديو فيديو انترليف اللي هي .AVI، كذلك الفلاش فيديو فورمات كل امتدادها .FlashV، والموفينج بيكتشر اكسبرت جروب 2.MP2، موفينج بيكتشر اكسبرت جروب .MP4، والكويك تايم .MOV، كذلك الويندوز ميديا فيديو .WMV. ايضا الفيديو في ممكن تشفيره في عده صيغ خاصه بالتلفزيون كنظام البال والسيكان والانتي اس سي، وممكن ايضا هذه كان بي ستورد يوزنج امبيج فورمات موشن بيكتشر اكسبرت جروب الستاندرد فور فيديو وكذلك اسوشيتد. في المالتي ميديا ابلكيشن حقيقه ديجيتال فيديو له شعبيه كبيره بسبب ان الفيديو كليب سهل المعالجه ويمكن خزنه كما يتم خزن الملفات الاخرى بالكمبيوتر مع بقاء جوده الفيديو جيده. والفيديو يمكن ارساله عبر شبكات الانترنت او عبر شبكات الكمبيوتر واجراء المعالجه عليه، لذلك كانت أكثر من لذلك كانت أكثر من مليون فيديو باليوم الواحد تتم مشاهدته على اليوتيوب في عام 2006. فكيف الحال وفي الوقت الحالي والتقنيات تطورت والإنترنت وصل للبيوت كثير والمؤسسات قامت تعتمد على النت وعلى التطبيقات المختلفة للوسائل المتعددة من المصانع للجامعات للوسائل للتربية إلى آخره من المراكز. هنا المعيار الآخر هو The Presentation Medium، عملية وسط العرض البيانات. والسؤال هو Through which medium is the information delivered by computer or introduced into computer، يعني تحت أي وسط يمكن للبيانات أن تقدم أو تعرض باستخدام الكمبيوتر. هناك عندنا ما يسمى
الاوتبوت ميديا، وهذه الاوتبوت تتضمن نعرض عليها البيانات هي البيبر، الاوراق والسكرين والسبيكر. وايضا راح تكون هناك عندي انبوت ميديا، وهذه الانبوت ميديا هي الكيبورد، الماوس، الكاميرا، المايك، كلها تعتبر وسائل لادخال البيانات. نيجي على المعيار الاخر هو ستورج ميديوم. ستورج ميديوم يشير الى امكانيه خزن البيانات. والسؤال هو where will the information be stored، وين تخزن البيانات. بالتأكيد هناك عندنا وسائل خزن كثيرة، هي الهارد ديسك، واليوم الهارد ديسك أصبح بالتيرابايت أو جيجا بايت، وكذلك السي دي روم والدي في دي روم، كذلك الماجنتيك تيب، الأشرطة المغناطيسية، أيضا الريموفابل ديسك اللي أصبحت أيضا ذات سعة خزن عالية في الوقت الحالي. ايضا المعيار الاخر ترانسميشن ميديوم، ما هو وسط نقل تلك البيانات، over what will the information be transmitted. الجواب هو يتم الارسال عبر شبكة نتورك، عبر شبكات. احيانا ممكن نستخدم واير او كيبل ترانسميشن مثل ما يسمى كوكسيال اند فايبر اوبتكس، يعني الفايبر اوبتكس او الكيبلات المحورية. واحيانا ممكن يصير عن طريق البث في الفضاء وايرلس باستخدام ابراج الراديو وكذلك الاقمار الصناعيه. المعيار الاخر هو تبادل اوساط تبادل البيانات. فهنا كل هنا السؤال هو what information which information carrier will be used for information exchange between different places. بالتاكيد راح عملية تبادل البيانات راح يتم من خلال الكمبيوتر نتورك أو من خلال استخدام الإيميل، يتم عملية تبادل تلك البيانات. ما هو المعيار الآخر؟ هو representation of media، تمثيل الوسائط المتعددة. هناك راح نمثلها بطريقتين، representation value، تمثيل قيمة، وتمثيل فضائي أو مكاني. ففي حالة representation value، representation value راح تعبر لي تعطيني القيمة. representation value هي are the actual information، يعني هي المعلومات الحقيقية التي سيتم تمثيلها. على سبيل المثال لو أخذت نص، فالجملة مكونة represented by text which is a sequence of، هي مجموعة من الكلمات ومجموعة من الأحرف. كذلك يمكن تمثيل أي بيانات بالكلام، فالويف اللي تمثل لي هذا كانت تمثل القيمة الحقيقية لتلك المعلومات. إذا رجعنا على representation space، هو التمثيل الفضائي، فإحنا في التمثيل الفضائي هو أنه البيبر أو الكمبيوتر مونيتر، سواء كان شاشات الكمبيوتر أو الورق، مثال على الـ Visual Representation Spaces. في الكمبيوتر عندنا بإمكاننا أن شاشة الكمبيوتر تكون عبارة عن Two Spatial Dimension. لما أريد أستخدم الستيريوفوني راح أستخدم أيضا أبعاد فضائية أخرى، ومثلا راح أستخدم Time Can Occur in Representation Space at Additional Dimension، وهذا يكون في الأوديو والفيديو. يعني إحنا مو فقط مثل القيمة الحقيقية، وإنما وقت حصول تلك القيمة. هنا ما هي أنظمة الوسائط المتعددة؟ ما هي أنظمة الوسائط المتعددة؟ أنظمة الوسائط المتعددة تعتبر هي أنظمة أساس حاسوبي كمبيوتر، من أجل أن تساعدنا في تحويل البيانات وتمكننا من معالجة بيانات الوسائط المتعددة وتطبيقاتها. مثال على المالتي ميديا سيستم هو الفيديو أون ديماند المستخدم في الفنادق مثلا، أيضا الإلكترونيك بوك، السينما التفاعلية، الإنترنت بوك شوب، وكذلك الألعاب جيمز. ما هي خصائص نظام المالتي ميديا؟ خصائصه هي أربعة، فإما هو يكون must be computer control، هو
أساسه كمبيوتر يتم التحكم به من خلال الكمبيوتر، وهذا يساعد على إيصال البيان محتويات الوسائط المتعددة، أو يكون هو انتجريتد من مجموعة من الأنظمة اللي تتعلق بالمالتي ميديا كومبيوتينج وكذلك الاتصالات. أيضا هو النظام المالتي ميديا يجب أن البيانات فيه تمثل ديجيتالي، وبالتالي يستطيع أن يعمل بروسس للديسكريت والكونتينوس ميديا. ديسكريت يمثل كأنما التكست والإيميج، والكونتينوس ميديا اللي هي تعتمد على الزمن كالفيديو وكذلك الأوديو. أيضا نظام المالتي ميديا راح يكون الفاينل برزنتيشن اوف مالتي ميديا از يوجوالي انتراكتيف، مثل ما قلنا هي تخصص واحدة من الخواص المهمة للمالتي هي الانتراكتيفيتي، هي قابلية اليوزر للتفاعل مع التطبيق. Component of Multimedia System، ما هي مكونات نظام المالتي ميديا؟ مكونات نظام المالتي ميديا تكون مكونات أجهزة هاردوير ماديات وكذلك برمجيات نحتاجها في نظام المالتي ميديا. واحدة من تلك الأجهزة الهاردوير هي الكابشر ديفايسز، أجهزة الحصول على المعلومات، مثلا الفيديو كاميرا، الكاميرا الفيديوية، الفيديو ريكوردر، كذلك المايك، الكيبورد، الجرافيك تابلت، 3 دايمنشن مود ديفايسز، الفيرتشوال ريلايتي ديفايسز، والديجيتايزنج والسامبلنج هاردوير مثل السكانر وغيرها لعمل السامبلنج. ايضا هناك نحتاج الى اجهزه ستورج ديفايسز مثل هارد ديسك، سي دي روم، دي في دي روم الى اخره. نحتاج الى كوميونيكيشن، كوميونيكيشن نتورك اللي هي اثرنت وانترانت وإنترنت. كذلك نحتاج إلى أنظمة كمبيوتر، وهذه الأنظمة الكمبيوتر نستطيع من خلالها، لأن كنا إحنا نظام المالتي ميديا هو أساسه كمبيوتر مثل مالتي ميديا ديسكتوب ماشين وورك ستيشن إمبيج فيديو وديجيتال سيجنال بروسيسنج هاردوير. أيضا نحتاج من الأجهزة الأخرى المتعلقة بالمالتي ميديا هي أجهزة العرض، كأن يكون CD quality speakers و high definition TV و super video graphic adapter، high resolution monitor و برنترات ملونة إلى آخر. نجي ما هو الانترنت. الانترنت في الوقت الحالي هو عبارة عن الشبكة العالمية WWW World Wide Web Network of Computers that this basically managed with the minimum restriction. إذن هي عبارة عن شبكة من الحواسيب حول العالم مربوطة مع بعضها البعض الآخر أو مربوطة إلى الشبكة النت. الإنترنت هو مشابه للإنترنت، ولكن يكون هو but it is restricted to a single corporate entity that has full control and management، كما هو موجود في الشركات. الإكسترانت هي extension of an internet over the internet for remote user للاستخدامات عن بعد، كما هو موجود في Virtual Private Network VPN. الإثرنت كارد ستاندرد كابل فور كمبيوتر تو هوك اب تو ذا نتورك، هو عبارة عن التوصيلات مع شبكة النت. It is also used for network devices مثل الراوترز والمودم والسويتشز to interface with each other، لشبكها مع بعضها البعض الآخر. هناك عدة موضوع مهم وهو Multimedia Related Technology. Multimedia System is integration of many components of different domains. يعني كل نظام هو عبارة عن مزيج من التقنيات والأجهزة بمختلف التكنولوجيا. إذا Development للMultimedia يتعلق بمجموعة من العوامل ترتبط بالكمبيوتر تكنولوجي، أيضا في تكنولوجيا الحاسوب. اليوم في تكنولوجيا الحاسوب راح يكون fast processing power، يعني سرعة معالجة عالية، large memory ذاكرة كلش كبيرة، قابليات خزن كلش كبيرة. فإذا راح يكون قابلية الملتيميديا capabilities، إمكانيات الملتيميديا للكمبيوتر زادت في يومنا هذا، وهذا مكنت الناس من
أو الشركات من تطوير أجهزتها ومعداتها في هذا المجال. التليكوميونيكيشن نستخدم الديجيتال نتورك with higher bandwidth increase the development of distributed multimedia application especially through the internet. واليوم عندنا عشرات الشبكات التي من خلالها يتم التفاعل ومن خلالها يتم الدخول على كل تطبيقات المالتيميديا. ايضا كونسيومر الكترونكس، ايضا الاجهزه اليوم تحسين الاجهزه كاجهزه العرض وحدات العرض، ايضا وحدات خزن البيانات، بالاضافه الى الانتاج الوفير من الحواسيب جعل اسعار الحواسيب والاجهزه حقيقه في متناول الجميع. ايضا entertainment and broadcasting professional audio and video production has significantly improved the technical capabilities and multimedia content. They are adapted to the multimedia system for better quality adapter. كذلك وسائل التسلية والإذاعة أيضا ساعدت في تطوير الملتيميديا. أيضا publishing, many large publishing houses already offer their publication. معظم دور النشر أو هي تعرض منتجاتها بشكل إلكتروني ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يدخل على تلك دور النشر وبالإمكان الحصول على معلومات كثيرة عن الوسائط المتعددة المستخدمة هناك. الملتيميديا بشكل عام application هي a broad term that cover all use of multimedia. Example of multimedia include طبعا راح يكون هناك أيضا online college course website that use 3D animation to explain how earthquakes occur على سبيل المثال. أيضا من تطبيقات أو استخدامات الملتيميديا كثير من الجامعات يمكن أن تفتح كورسات أو الكليات كورسات أونلاين لعرض المواد والدروس إلى آخره وفي مختلف مجالات العلوم. كذلك التجارة الإلكترونية هناك لها صفحات لشوفنا فيديو كليبس يعني فيديوهات قصيرة لعرض المنتجات لتلك الشركات. في هذه اللحظة راح تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.